هذه الأكلة لكونها قديمة ولها تاريخ كلش كبير بالجنوب. مكوناتها بامية، اللوم بصرة، الفلفل الحار، السمك المجفف. متعودين يتفطرون بيها صباحا كأول أيام العيد الفطر، فهذا يكون إفطار لكل الصائمين وعلى موائد، يعني خصوصا بالجنوب يصير عليها عزائم، وبالأخص المسموطة ما تنوكل وحدها سواء ويا الأهل أو ويا الأصدقاء أو ويا مجموعة.